مين اللي رسمها عليك الساعة أكاديمي 5؟ أنا. ها؟ لا. قلت له قلت له إن شاء الله كان تاخذ لقب نتاع ستار أكاديمي 5، قلت له مين ياخذ اللقب؟ تعمل تاتو؟ إن شاء الله إن شاء الله. أما يلزمك تفهم كل كلمة يقولوها لك الأستاذ يا محمد، مازال وين عن جد؟ ريت هذايا قلت له كي كان تاخذ أنت ستار أكاديمي 5 تعمل لهنا مفتاح السول ولهنا تنجم نجمة وخمسة. بيع الزغر هذا حلو بتطلع. عجد قابي معه تصرفاتك مظبوط مجنن الاسات جننهم بردش جننهم ما مش مقصف بردش شكون اللي يحكي شكون اللي يحكي قابي مظبوط محمد قويدر يحكي الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب محمد مش قصة انه انت والله ما منيح هون ولا لا بس انت عندك نوع من العند يعني انا قلت لك محمد انت والله يعني بصف جاب عملت شغلي لا 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 شو عمل شو عمل فيك تقول لي اوكي خلاص اوكي انا بعرف شكرا حتى بالمسج تخيل اللي بعثوا لك يا عالم شوف شو عمل كريم كان ما بكون منتبه لا ما عملت بل... اوكي لا ما عملت اوكي 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 خلص انا بعرف من ناحية هيلك كيف عادي حتى كرهني اكرهني تحب تحكي معي شو نقول لك حاجه انا هي عندنا اكيد اكرهني حبني زاد حبني ما عندي من عملي اما انت والله ما قلت لك سامعني كيف يا ما رجعكش كيف حب الا ما سامعش انا خلص تبع ضياء تبع نصيحتي رد على نصائح ضياء انا اوكي اوكي طيب هاي طيب شوفي قول والله ما بعرف قول مثلا والله اذا ضياء عنده نصائح كل واحد يمكن نصائح ممكن تفيد الشخص لا مو في موضوع انت مش عارف شو ما كان ما انت بدك تحسن الرد على المسج ما فيك ولك لا اوكي هاي بالعمد لا اوكي ما انا بعرف عبادا انا بعرف ما انا اجي احكي اي شيء او حاجه خلص اني واني وين تنسى الموضوع سمعت كيف؟ ريت اي اكيد يا عمري انا اليوم حكيت معاه اربع مواضيع وقت لي صاي يحس روحه بشيء عادي بقول لي هاي الاساتذه اللي ما بدهم اياها واعطي خذ واعطي بلكي انا عندي راي مهم ممكن حطه براسك بس لما تيجي تنهي انت للحد رح تضايق الشخص هون لانه بيكون هو مقهور عليك وبده اياك ما لك توجه لك ملاحظات فانت بتقهر الشخص هون وانت بتنقهر لانه انت بتفكر انه احنا عم نيجي نستفزك واحنا بنفكر انه انت شو انه انت ما بدك تاخذ نصائحنا وبننقهر فعشان هيك بس يلا ان شاء الله خير ان شاء الله بصير ارد على اساس يعتك دوده انا حتى بالمدرسه يعتك دوده انا حتى صار هلا استلموك كيف عدنا كانوا يستلموا اول كل الاكزامينيشن بالمدرسه كنت جنن الاساتذه هي قصة بس ما كنت ترد اي مش قصة ما ضروري ترد محمد ما ضروري ترد مش هي مش شرط انه ترد عليهم تقول لهم اوكي بدي اعملها لا خذ واعطي خذ واعطي خذ واعطي ممتاز وتقبل اي كلام مش ضروري تعمل الشغل طيب خلص فهمت طيب زي هيك قصدك خلص عم تقلدني يعني لا زي هيك هي خذ واعطي توصل لحل اذا ما تاخذ واعطي مش ضروري تسمع مش ضروري تعمل اللي بيقولوا لك يا العالم انت حر اكيد يعني بس خذ واعطي بس خذ مع الشخص بيحكي معك هي بس هاي المشكله الوحيده انه مش قتلني على انا في شغله خاص بدي اسكت في شغله خاص بدي اياك وبدي اياك محمد محمد بقول لك حاجه هيك بقول لك حاجه هي هذه التياس عرفت بقول لك حاجه تتصلح بسيط كل بقول لك حاجه مع برافو حلاوي بس انا بقول لك زيح مثلا زيح عشمل مثلا انت بتقول لك زيح لا انه هيك احسن بس قولي لي لا هيك احسن اما زيح عشمال ليه مش هيك خلص انه في شغله لا بدك هيك بدك تزيح عرفتي كيف هيك احسن فاتت بالدور امل معلم خاطري اكثر انسان حفظته في الاكاديمي محمد قوي بصراحه اسمع والله باش نقول لك حاجه وما عادش نحكي معك في حتى موضوع ان شاء الله وانت قاعد لهنا تكون حسيت حاجه تكون حسيت حاجه فايقتك عملت لك مش عملت لك هكا وكها ما نحكي معك حتى شيء خاطر نعرفك تفهم انا نعرفك مادام وصلت تقرير بيلوتاج وتبارك الله عليك معناتها ماخذ الشهاده في قرايتك سو كيفاه انسان يفهم مش انسان مخمصك الحمد لله ماكش غدو بلان ماكش حد شيء قاري لبس عليك مخك محلول احنا حطونا نحن ثلاثه نومين نحن ثلاثه نومين انا زهقت اسمعي جاي النهار ما تخافش زهقان شيء اسمه ادرس اصلا بالمدرسه بقول لك ما كنتش ادرس بس اجيب علامات يعني ما كنت قبل الامتحان بيوم يومين اغش يلا شو كنت برشم اكتب على ورق لا صار انت نجح بالخش لا دكتور مش تمشي اوكي هبله بقول لك كانت مر اوقات المدرسه اوقات قبل الامتحان بيومين ثلاث الحمد لله من النوع اللي بلقط بسرعه لما بدي بلقط امسك كتاب الادب تخيل بيومين جيب علامات الاستاذ يقول لك شو هاد علامات عرفتي كنت بالجامعه يعني بالجامعه فيش يعني اللي الغبي خلص يعني
عرفتي؟ فش فيها يعني. بس بس في شغله انه ما بعرف، خاصه لما بقول لك زي ما هلا قلت لك مثلا هذا الجيتار، قول لي تزيد.